السلام عليكم، حياكم الله. استعراض جديد من معرض E3. هالمرة بنلعب هيتمان 2. هيتمان 2 لها عشاق كثير عندنا، أنا متأكد. لعبة تجسس رهيبة مرة. هذا الجزء الثاني راح ينزل كله كلعبة كاملة. أنا الحين الحمد لله حصل لي فرصة أني ألعبها قدامكم وأسجل لكم اللعب كامل. فاللي صاير هنا، تشوفون المكان هذا، هنا في حفل زواج، وأنا لازم أذبح، عندي 3 أهداف لازم أذبحها. وغير الأهداف هذه طبعاً راح أذبح 1 2 3 4 5 6 7 8 الظاهر 15 رجل أمن لازم أذبحهم واحد واحد. فالحين بنلعب اللعبة وبنشوف كيف نقدر نسوي هذا الشيء. طبعاً زي ما نشوف لازم أعرف أهدافي، بضغط RB. تشوفون الناس اللي بالأحمر، هذول الثلاثة اللي لازم أذبحهم. بعدين في الصفر، هذول اللي لازم رجال الأمن طبعاً اللي موجودين هنا لازم أذبحهم بعد عشان ما تصل المشاكل. أبي أبدأ بناس ما بيهم يصيدوني، فببدأ بذاك اللي فوق، شكله قاعد الحالة مسكين. هذا الشيء بيخليه هدفي الأول. أطلقت بالغلط بس عادي، ترى نطير راسه بس خليه يوقف. هلا والله بالزين، تعال. ايوه حط المنظار وخذ. اوبا والله فقعت راسه. يلا اوكي، واحد خلصنا منه. شوف اللي بعده. طبعا انا ما بيهم يصيدوني، فقاعد ادور اللي قاعدين لحالهم، ما حولهم احد. هذا المسكين، انا اسف بس انت هدفي الجاي. تعال حياك الله. ايوه عندك منظار انت بعد؟ لا ما عندك. يا سلام، متامل في الطبيعه، ما حول احد، بس انا اسف. اوبا طح تحت والله. اوه نكبه، ان شاء الله ما في احد هنا. في هذا، اسمع لي خلينا نشوف. واحد ثاني هذاك، واثنين فيه، خلينا نشوفها. اوكي هو عنده منظار هذا بعد. يلا 1 2 3 اوبا يا حبيبي. والله يا اخي ضربه تبرد الخاطر. طبعا هنا بعض الاعداء اذا ذبحتهم بوقت معين ممكن اخبيهم، يعني اخليهم ما ينتبهون لهم، مثلا اطيحه داخل البيت مثلا، ولا اطيحه في بركه، ولا شيء زي كذا، ولا ورا العشب. يا اخي وقف، يا اخي وقف لو سمحت، ما بيذبحك وانت تمشي. وين رايح؟ ايوه اوكي. تعال يا حبيبي. 2 3 شفتوا كيف دخلت البيت؟ والله فضيحة. اوه انتبه ذا، انتبه ذا، انتبه يا العم النكبة. ايش راح يصير؟ جاي فوق بيصيدني. الدنيا وقفت. طبعا خسرت، صادوني ونحاشوا الثلاثة اللي مفروض اذبحهم، فبنعيد المشهد الحين من جديد. ذبحنا واحدة، الثانية، وين الثالث؟ هذا الثالث نجيبه. وبس جبناه، جبناهم ثلاثتهم. بس جبتهم كلهم. اوكي في هذا بعد. الحين لازم اذبح الجنود واحد واحد. اخر ما في الرجل مسكين. يلا مسكين انت في الراس، لابس لي نظارات بعد. اوكي الحين هذا، لا تهرب لا تهرب.
حياك الله. هلا والله. هلا والله. هلا والله. خذ. يا سلام. يا سلام. يس. كفو. أذبح هذه ولا خليها؟ أذبحها ولا خليها؟ العروسة ذي مسكينة. أنا ده. يا سلام. إذا باقي العروس قولوا لي عادي. والله ما عندي مشكلة أذبحها. والله أنا مروق قاعد فوق الجبل مع عزيم عرس. يذبح فيهم واحد ورا الثاني. هذا واحد طاح بعد. بقى أحد؟ خلاص فزت. والله إني فنان. مشينا كامبلش، خلصت المهمة، نظفت العرس، خربت على العروسة، بس عادي. هذه كانت هيتمان 2، نظرة أولية على اللعبة. لعبة تصويب مشهورة، لعبة تجسس، إن شاء الله تعجبكم. المرات الجاية ألعب لكم أكثر فيها، لأن الدمو اللي هنا سريع مرة وبسيط يعني في هذه المهمة. فكانت فرصة أن نسجلها ونوريكم إياها. كان معكم حمد السيمي، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا الجرس، لأن فيديوهات جايتكم أكثر لأجدد الألعاب من معرض E3.